قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. لذلك السلف جاء عنهم فمن الأدوية النافعة التي علم بالتجربة نفعها كما ذكرت ورق السدر، السدر كما جاء عن وهب، ونص عليه جماعة من العلماء كالشيخ بن باز عليه رحمة الله، فيغتسل المسحور ومن ربط عن أهله ويقرأ في هذا الماء يأتي بورق السدر ويطحن هذه الأوراق، قالوا يأتي بسبع ورقات، وحقيقة التقيد بسبع هم بناء على أن سبع له خصوصية على غيره، لكن لو أخذ حفنة من ورق السدر من غير عدد نفع، فيأتي ويطحن في الخلاط مثلا يخلط بماء ثم يطحن يصير مثل عصير، ثم يقرأ فيه ما تيسر ثم يغتسل من هذا الماء ورق السدر ويكرر ذلك، لا سيما إذا ربط عن أهله فله نفع طيب وفائدة عظيمة في علاج السحر. وورق السدر الأخضر أنفع من اليابس، واليابس أيضا مفيد، وهكذا لو جاء ورق السدر المطحون وضعه في حوض صغير سباحة ثم نام فيه وضع ملأه بالماء ثم جلس فيه المصاب وخلط أيضا في شيء من الملح مع ورق السدر فإنه بذلك ينتفع انتفاعا طيبا. أيضا لا بأس أن يشرب منه قليلا لكن لا يكثر الشرب، والأصل هو الاغتسال. Just the one, the one, the one.